هبة عارمة في الداخل الفلسطيني المحتل وفي مختلف المدن والقرى الفلسطينية رفضا للعدوان على غزة ونصرة للقدس. يا لثارات قاسم، يا لثارات سليمان، بسم الله قاسم الجبارين. المسيرات الداعمة للمقاومة والأقصى خرجت في مدينتي الخليل ورام الله في الضفة الغربية وفي البير وسلواد ونابلس وجنين وطلكرم وفي عكا ومدن الداخل الفلسطيني المحتل وقراه. تصدى الفلسطينيون لقوات الاحتلال وأغلق متظاهرون مفرق الجسر في الطيبة، كما دقت كنائس فلسطين أجراسها دعما لأهالي قطاع غزة ونصرة للقدس وإسنادا لغزة. في مخيم الفوار قرب الخليل في الضفة الغربية استشهد الشاب الفلسطيني حسين الططي خلال تصديه مع الشبان لقوات الاحتلال التي حاولت اقتحام المخيم. وشهدت اللد وبلدتي النقب تظاهرات للفلسطينيين وتصديا لقوات الاحتلال وشرطته التي كانت تعتدي على المدنيين. وفي مدينة اللد في الداخل المحتل أضرم الفلسطينيون النار في سيارات إسرائيلية. وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الشرطة الإسرائيلية أخلت مستوطنين من المدينة خشية على حياتهم بسبب احتجاجات الفلسطينيين في اللد. كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حالة طوارئ خاصة في المدينة بالتزامن مع مطالبة رئيس بلدية اللد المحتلة بإدخال قوات إسرائيلية إليها لاستعادة السيطرة فيها بعد فقدانها بالكامل بسبب تصدي الفلسطينيين. قوات الاحتلال اعتادت على مسيرة تشييع جثمان الشهيد الشاب موسى حسونة واستخدمت الشرطة الإسرائيلية بقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشيعين. ورفع مشاركون في التشييع علاما فلسطينية ورددوا هتافات منددة بالسياسة الإسرائيلية العنصرية تجاه الفلسطينيين وبسياسة الاحتلال في القدس المحتلة. وقد اعتقلت شرطة الاحتلال نحو 20 متظاهرا واعتدت عليهم بالرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع.